يهمك تثق في نفسك ويكون في علمك. هنرد نبضة وصعب تعيد اللقطة. هناخد مع بعض ريسك ولو لمرة. نجوم في السماء لما تعرفهم، بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم. اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش، فبلاش انه يجازف، والباقي بقى انت عارف. نجوم في السماء، نجوم في السماء، مفيش للخوف مكان واستماع. نجوم في السماء، نجوم في السماء، هتشوف اللي ما شفتوش عندنا. نجوم في السماء. يا اهلا يا اهلا، رمضان كريم بهبه مجدي ومحمد محسن. الله اكرم. الله اكرم. في الساعات الاولى من نهار جديد هنعمل مغامره النهارده، مستعدين ليها ولا لا؟ مستعدين جدا طبعا ومتشوقين. بحاول استعد. انت عمرك ما عملتي سكاي دايفنج قبل كده خالص؟ ابدا ابدا، ولا يجي في بالي اصلا ان انا اعملها. طب اكتر مغامره عملتيها وحاسه انك فعلا داخله على تجربه جديده جدا كانت ايه؟ لا، هو التمثيل في حد ذاته تجربه مختلفه ومغامره، ان انا بخش في شخصيه مش بتاعتي وكل دور مختلف عن طبيعتي وعن يعني الشخصيه بتاعتي. ده بالنسبه لي بتبقى مغامره بخش فيها وبستمتع بيها جدا. طيب محسن، انت ليه مش مغامر في التمثيل؟ عايزينك تشوفك تعمل دور وتغامر فيه وتمثل. لا، انا غامرت في التمثيل قبل كده وغامرت في المسرح وكل حاجه، بس انا بحب اغامر في الغنى اكتر. هبه مجدي، انت دايما بتقولي ان مثلك الاعلى شريهان. طبعا. هتغامري وتعملي فوازير او فيلم استعراضي؟ عندك في المقدره دي؟ طبعا، نفسي اكيد. فدي بالنسبه لها هتبقى احلى مغامره. سلام. يعني. طيب احنا كده خلصنا اسئلتنا، بس عشان تاخدوا التاشيره بتاعه المغامر لازم نتاكد ونعرف ثباتكم الانفعالي بنسبه كام في الميه. فهنروح للفي ار تيست وبعد كده نحدد النسبه اللي هتاخدوا بيها تاشيره المغامره. النتيجه. جاهزين للفي ار تيست؟ انا جاهز. هو الفي ار تيست ده بقى هو ممكن يخوفني اكتر من نقطه الطيب. هنشوف النتيجه هتبقى ايه. يلا بينا على الفي ار تيست. يلا بينا. انت شايف ايه؟ انا شايف حاجات جميله جدا والله. انا طاير يا جماعه. انت طاير من تحت كده. حاسس جوه الدايره. اسرع. حاسس بس لا تقع. يا نهار ابيض. يلا بينا. هيكسب ولا انت فين؟ هتقع ولا كده؟ استني انا ماسك نفسي بس عشان ايه؟ ده عامل زي الانسان الالي. هتكسب ولا ايه؟ وقعت وقعه وحشه. انا مش بتاعت العاب. اديني تحت اكتر هنا. كده يعني. جوه الدايره؟ بتعدي من الدايره بقى دي. دوائر كبيره للتشيك بوينت. كمان شوفها. انا كده وقعت. وانت شايف حاجه محمد؟ بشجعك. جوه الدايره. شفت؟ وقعت صح؟ مستعدين للنتيجه؟ مستعدين. محمد محسن خد معانا 95%، يعني مغامر مش سهل خالص. برافو برافو برافو. اما انتي هبه مجدي اثبتت انك مغامر يجي منه بنسبه 70%، وهتاخدوا تاشيره المغامر وتطلعوا الطياره. بس قبل ما تطلعوا الطياره عايزينكم تسجلوا فويس نوت دلوقتي، تقولوا فيها حاجه مش هنسمعها الا بعد ما تنزلوا ان شاء الله في الاقصر. ماشي. اخبارك ايه؟ نجوم السماء، نجوم السماء. مين فيكو متوقع ان هو هينط الاول، او مين عايز ينط الاول؟ هيبقى اكيد. هيبقى اكيد. اوكي. اكيد. السؤال سريع ولو جبتوه صح مش هتنطه. ايه؟ اول ليه كلمة... لا هجاوب غلط. اول كلمه قالتها ذهب ايه؟ اول كلمه قالتها ذهب. امت. امت اللي هي محمد. محمد يعني.
عايز تقول حاجه لحد؟ صح يا مصر والله جميله. والله مصر جميله جميله جميله. مصر جميله يا اخويا. وعايز اقول للذهب وموسى ان هم لما يكبروا هخليهم يجربوا معايا الموضوع ده. مكرونه بشاميل كانت حلوه ولا ما عجبتكش؟ هبه بص، المكرونه البشاميل بتاعتها احلى مكرونه في العالم. انا عايز اطلع فوق تاني. هطلعك ايه دلوقتي؟ طلعوني فوق. شفنا طريق الكباش ده من فوق، منظره حاجة تحفة. احساس حلو قوي انك تحس ان انت يعني عصفورة طايرة، حمامة طايرة في الهوا كده. نجوم السماء نجوم السماء. نزلتوا من مغامرة السماء وعلى الأرض دلوقتي في معبد الأقصر طريق الكباش. اتبسطتوا؟ مفيش أحلى من عيشة الحرية صراحة، زي الطيور كده في الهواء. بما إننا بقى في طريق الكباش، احكوا لنا بقى عن الجمال اللي إحنا شايفينه ده. إيه رأيكم فيه؟ فاكرة الحفلة اللي اتفرجنا عليها في الافتتاح بتاع الطريق ده اللي كان حاضرها الرئيس السيسي؟ طبعًا. الواقع غير اللي إحنا شفناه في التلفزيون خالص. واقع بجد. جميل جدًا. وبعدين إحنا لما بتشوف الحاجة على الطبيعة قدامك يعني بتحس كده انه مثلا حاجه زي دي الكبش زي ده مثلا حاجه عمره مثلا 5000 سنه مثلا، فحاجه بجد عبقريه جدا. يعني المنظر اللي احنا شفناه من فوق والمنظر اللي احنا في وسطه دلوقتي بيخلي الواحد فعلا بجد فخور ان هو مصري وفخور ان ولادي مصريين. ما ينفعش بقى نكون هنا وما نسمعش حته من اسلمي يا مصر. اسلمي يا مصر انني الفدا، دي دي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد،
ولقلبي أنت بعد الدين دين. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهامة اتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. تيجوا نسمع الفويس نوت اللي انتوا سجلتوها؟ تعال كده. اخبارك ايه يا عم؟ حاسه بايه دلوقتي؟ انا مش حاسه باي حاجه، بس بردك احساسي مش عارفه لنا رايح خالص ساعتها، بس اكيد متوتره صح؟ خايفه؟ بعد اللي انا شفته بعد اللعبه دي بدات اقلق. خدي بالك من العيال يعني. عيال دول انا ولا ما تقلقيش، كله هيبقى حلو. انا مبسوط، واحلى حاجه ان انا بعمل حاجه لاول مره وانت معايا. وانا كمان على فكره صراحة. انا بتاعت اني يعني دي علشان انا بعملها معاكي. صح صح، تجربه مهمه ان شاء الله تبقى حلوه. ربنا يستر. يلا. وعمري ما كنت هطلبها منك عشان خايفه، عشان ما كانتش هتيجي في بالي. عشان مستقبل ولا